يسمع النبي الكريم بكاء رضيع في صلاة الفجر، كأنه ببكائه يخاطب أمه. والعادة أن أطول صلاة في حياة النبي هي صلاة الفجر، فقرأ أقصر سورة وسلم. فلما سألوه لما فعلت هذا يا رسول الله، قال سمعت بكاء طفل ينادي أمه ببكائه، أردت أن أرحمه. هي رحمته، كان يرتجف من أعماقه إذا رأى دابة تحمل فوق طاقته. فكيف الذي يحمل شعوباً فوق طاقته؟ كان يرتجف إذا رأى دابة تحمل فوق طاقته. رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال هلا حجزتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ قلق الأنصار وهو في مكة، بلده، يحبها كثيرا، لعله يبقى به. فلما بلغه قلقهم قال معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. ما تخلى عنهم أبدا. أيها الإخوة، كان مع أصحابه في سفر، قال أحدهم علي ذبح الشاة، وقال الثاني علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام وعليها جمع الحضارة، سيد الأمة، زعيم الأمة، قائد الجيش، يعني ملك، رئيس، نبي، رسول، قال وعلي جمع الحطب. قالوا يا رسول الله نكفيك ذلك؟ قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزاً على أقرانه. هذه سنة.